البلديه طارق بن زياد طيله هذه اليومين ديال 98 فبراير، في اطار واحد اللقاء نظمته المديريه الاقليميه بالعرائش بشراكه مع منظمه اليونيسف لجميع طرق الترافع الجديده بالمؤسسات المعنيه بمشروع مواكبه المراهقين خلال انتقالهم من مرحله المراهقه الى البلوغ تحت اشراف منظمه اليونيسف، وذلك من اجل واحدة دورة تدريبية حول ما معنى الترافع وما معنى المناصرة، وكذلك محاولة إكساب هؤلاء الأطفال الصغار المرافعين على حول واحد التقنيات وآليات الترافع. الترافع عن ماذا؟ الترافع حول حق الفتاة في الوسط القروي في التندرس. بالفعل هي دورة مهمة، حيث شفنا طيلة هذه اليومين كيفاش ولاو هؤلاء التلاميذ والتلميذات أنهم يكتسبوا واحد الآليات اللي تمكنهم أنهم يشاركوا في لقاءات مع المسؤولين وصناع القرار، أو يخرجوا بأنشطة مع التلميذات، أو كيفاش يخليوا في إطار اجتماعات أو لقاءات تواصلية مع مجموعة من الأمهات والآباء وحتى التلميذات أنهم يقنعوهم بهذه القضية هذه اللي كيترافعوا عليها، وهي قضية حق فتاة الوسط القروي في التمر. عبد اللطيف الغازي مدير مدرسة الوجه الذهب، الحضور ديالنا في هذه المؤسسة اليوم رفقة الفريق ديال المرافعة على المؤسسة في إطار البرنامج الذي تشتغل عليه المديرية بشراكة مع المنظمات ديال اليونيسف لمحاربة انقطاع الفتيات القرويات عن التمدرس، وضمان حقهن كذلك في تمدرس عادل ومنصف. ويأتي هذا اليوم في إطار الدورة التكوينية التي تنظمها منظمة اليونيسف للفرق المشاركة في هذا المشروع. وكبدت الآن اللي حاضرين معنا اليوم هما من أجل إعداد هذه الفرق ديال المرافعة للترافع لدى مختلف المتدخلين في هذا في محاربة الهدرة المدرسية لدى الفتيات الوسط القروي.